خلينا بقى نشوف حاجة تانية كانت ترند امبارح وأول امبارح. من كام يوم ظهر فيديو كده لشاب مصري وهو بيغني وبيدندن، صوت مصري أصيل خلى فيه حالة كده من الاهتمام الكبير والإشادة بصوته على السوشيال ميديا. هو عنده شغله وهو بيشتغل نقاش، والدندنة دي كشفت عن جوهره والتفاعل معها الآلاف عشان يبقوا في يوم وليلة مطرب مشهور ونجوم الفن والغنى بيدوروا عليه. خلينا نتابع. يا ليل 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 يا ليل يا ليل يا ليل، أنا كان لازم أتعاقب عشان راكب في قارب ماشي عكس الموج، ومهما اتأزمت بيا حلال فيا عشان اصلا مشيت معه. يعني فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت رحلة البحث عن أحمد سالم صاحب الفيديو. الفنان رامي جمال على الانستجرام شير الفيديو ده وبدأ يسأل مين الشاب ده، حد يعرف يوصلني ليه؟ ودخلت على الخط نجلاء بدر نفس القصة، وأصبح في حالة من حالات التفاعل الشديد. وإحنا دلوقتي معانا الشاب ده وهو أحمد سالم، منورنا. صباح الخير يا أحمد. صباح الفل يا فندم، صباح الفل. إيه الروعة اللي إحنا سمعناها دي يا أحمد؟ إيه اللي حصل معاك في اليومين اللي فاتوا؟ قول لي. ربنا يبارك في حضرتك الاول، وبشكر راديو طبعا، وبشكر كل اللي مع حضرتك فريق الاعداد. وانا والله اللي حصل معايا انا لحد دلوقتي يعني مش متخيل بصراحه، انا لحد دلوقتي مش مستوعب اللي حصل معايا ده بصراحه. ربك لما بيأذن ده، دي حقيقه، دي حقيقه فعلا. يعني هو الحمد لله ان ربنا كبير، والحمد لله ان الفيديو ده بقى له ازيد من سنه ونص. أنا اللي أنا عرفته إن الفيديو ده بقاله سنة ونص وكان في دبي تقريبا أو في الإمارات. الفيديو ده حضرتك أنا مصوره في دبي بقى القصة. من سنة ونص. وكان على قناة بسيطة، يعني قناتي على اليوتيوب كانت بسيطة جدا، و يعني أنا ما كنتش متوقع حاجة زي كده في سنة. هو كان جايب معايا 10,000 مشاهدة على قناة اليوتيوب. نعم. دلوقتي أنا آخر رقم سمعته تقريبا معدي يعني. فالحمد لله يعني ده توفيق من عند ربنا وكرم كبير من عند ربنا، يعني ان الواحد صبر وكده. فالحمد لله. قول لي بقى يا احمد، ناوي تحترف الغنى؟ يعني لو جات لك الفرصه، انا عارفه ان في كذا حد بيدور عليك وكذا حد بيحاول يتواصل معاك. انت فنان، فنان، انا شايفه شغل بانوهات معمول بالمذهب وتحته شغل ابيض كده وشغل كبير. يعني انت فنان في النقاشه وفنان في الغنى، هتكمل في ايه؟ متشكك جدا طبعا. الطريق اللي هيبقى مفتوح ان شاء الله قدام مني ان شاء الله هكمل فيه. يعني ربنا يفتح لك كل الطرق. ربنا يبارك فيك يا فندم، ربنا يبارك فيك. طيب احمد، انا عرفت ان الفنان رامي جمال تواصل معاك بالفعل. طبعا. احكي لي ايه اللي حصل وتواصل معاك ازاي، وايه اللي دار ما بينكم في المكالمه، وهل هيبقى في عمل فني قريب؟ ان شاء الله ان شاء الله. انا تواصلت مع الاستاذ رامي، محترمه جدا يعني، تواصل معايا فعلا، وبنفس الكلام اللي مكتوب في التعليقات هو الراجل بالفعل قال لي نفس الكلام مباشر مني ليه. فدي حاجه بسطتني جدا يعني الحمد لله. وقال لي احنا انا بنفسي بعمل لك اغنيه هديه مني ليك، وبعمل لك وبعمل انا وانت اغنيه دويتو. فاذا سمحت، قلت له حضرتك ده شرف كبير ليا يعني ازاي اذا سمحت. قال لي لا يا حبيبي، انت شرف على مصر كلها وكده يعني. لا، إذا سمحت لنا أنت بقى بمجرد ما تعمل الأغنية دي ناخد بيها إهداء لينا هنا في صباح الخير يا مصر، عشان نعرض الفن الأصيل اللي بقالنا سنين ما سمعناش، يعني الصوت العذب ده يعني. الله يعزك يا فندم، ده شرف ليا طبعا، ما عنديش أي مشكلة إن شاء الله. كل حاجة تجهز وأكيد هتبقى مع حضرتك يعني كل حاجة. أحمد سالم الفنان، سواء في النقاشة أو في الصوت الحلو، شكرا ليك وبالتوفيق ليك يا أحمد.